صباح الخير، أهلا بكم. السلام عليكم. معنا في حصة جديدة وهي تحضير أو تصنيع خلات أو أسيطات الزنك التي صيغته الكيميائية كما ترون هذه ZnCH3COO الكل اثنين. إذا هذه تسمى مواتي لحمض الخل. هذا حمض الخل، لو نضيف هنا H يصبح هذا حمض الخل. إذا هذا مواتي لحمض الخل. إذا كل جزيئين من حمض الخل مشتركان في ذرة واحدة من الزنك. إذا بالإنجليزية العنوان Preparation and Making of Zinc Acetate، Preparation et Fabrication de l'Acetate de Zinc. إذا أول شيء علينا أن نصنع مصدر الزنك. أول شيء نبدأ بالتفاعل. أول شيء نبدأ نصنع مصدر من مصادر الزنك، ألا وهو الزنك كلورايد. إذا تصنيع الزنك كلورايد انطلاقا من الزنك المعدني. إذا الزنك المعدني 35 غرام، أفعله مع الهيدروجين كلورايد 39.03 غرام، يعطيني الزنك كلورايد 72.95 غرام مع انطلاق الهيدروجين غاز. هذا غاز خطير شديد الالتهاب شديد الانفجار، 1.07 غرام. ثم الزنك كلورايد 72.95 غرام، أفعلها مع الصوديوم بيكربونات لكي أتحصل على 89.93 غرام، فأتحصل على الزنك كربونات 67.11 غرام و CO2 23.55 غرام والماء 9.64 غرام وصوديوم كلورايد الملح كنواتج ثانوية. هذه كلها كانت نواتج ثانوية. إذا صوديوم كلورايد 62.56 غرام، انطلاقا من الزنك كربونات 67.11 غرام. إذا أضيف لها حمض الخل، إذا 64.28 غرام، فأتحصل على أسيتات الزنك أو خلات الزنك، زنك أسيتيت 98.11 غرام مع النواتج الثانوية هي كربون دايوكسيد غاز ثنائي أكسيد الكربون 23.55 باي برودكت أو سو برودوي، يعني النواتج الثانوية، والماء أيضا نواتج ثانوية 9.64 غرام. إذن أول شيء نبدأ بالزنك، عندنا 35 غرام، نزن 35 غرام. إذن هذا هو مصدر الزنك، هذا من الزنك النقي. هذه العبوات البطاريات، هذا البودرة البيضاء، هذه هي أكسيد الزنك، لأنه هذا يتأكسد في الهواء، الزنك يتأكسد في الهواء فيعطي لك أكسيد الزنك لونه مسحوق أبيض. إذا لا بأس، أكسيد الزنك أو الزنك نفسه، طبعا كمية أكسيد الزنك مهملة. هذا الزنك 35 غرام، هكا هذا 35 غرام. أضيف لها هذا الهيدروجين كلورايد بدون ملون، تركيز 15%. هكذا عندي هذا الخل، سوف أشتري قارورة أخرى لا تكفي هذه. الخل الغذائي 5% بتركيز 5% بدون ملون، غير ملون. الآن نقوم بتحديد كم من ميلي لتر. إذا أحتاج إلى الهيدروجين كلورايد 39.03 تقريبا 39 غرام. إذا كم أحتاج من ميلي لتر من هذا المحلول؟ إذا هذا الهيدروجين كلورايد بدون ملون 15%. لتحديد كم من ميلي لتر يجب أن أسحب من هذا القارورة، إذا عندي القاعدة الثلاثية 100 ميلي لتر أو تقريبا 100 غرام، 100 ملل تقابل 15 غرام، والمجهول X تحت 100 ملل يقابل 39.03 غرام. إذا X يساوي 39.03 ضرب 100 تقسيم 15 يعطيني 260.2 تقريبا 261 ملل. إذا يجب أن أسحب 261 ملل من هذا القارورة وأجعلها في قارورة التفاعل. إذا هذه 261 ملل هكا تقريبا من حمض هيدروكلوريك الأسيد، الحمض كلوريدريك الماء،
إذن نضيف لها بتركيز 15%، نضيف لها هذه القطعتين. انظر التفاعل، انظر انطلاق الهيدروجين. إذن لا أغلق حتى لا تنفجر، وأخرج أقوم بهذا الشيء في مكان مهوى هكذا. انتهى تصنيع الزنك كلورايد بسرعة. إذن هذا هو الزنك كلورايد، محلول الزنك كلورايد. إذن ذاب كل هذاك ال إذن الآن التصفية، نصفيه لكي ننزع تلك بقايا الكربون، بقايا نصفيه باستخدام ورق الترشيح مع هذا القمع، نضعها في هذه القارورة ونضيفها.